أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. إخوتي أخواتي، كانت حلقة الأمس تدور حول شعر زيف على الكوميت ابن زيد ودس عليه وأبلغ إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وفي هذا الشعر ذم لبني أمية، فغضب هشام بن عبد الملك وأمر بقتل الكوميت، وكانت هذه حيلة مدبرة ضد الكوميت، دبرها ضده أمير العراق آنذاك وهو خالد بن عبد الله القسري. وانتهى بنا الأمر في حلقة الأمس أنه بعد أن قبض على الكوميت وأودع السجن، زارته زوجته حبة فلبس ملابسها وخرج من السجن باعتباره أنه هو حبة. لكن ما الذي وقع بعد ذلك وماذا حدث للكوميت؟ هذا الذي ستدلنا عليه المشاهد الآتية إن شاء الله. أنت تعرف مكانة الكوميت عندي، فهو صديقي وأنا خليله، ولكنه لم يحافظ على تلك الصداقة ففعل ما فعل. أنت الأمير، ولطالما قام الكوميت بمدحك في شعره، والإمارة تتطلب سعة الصدر والعدل. أنت قلتها، فهل من العدل أن نخالف أوامر أمير المؤمنين؟ الأمير لم يحدد يوما لقتله، فلو أجلته إلى حين يمكننا أن نتوسط الخليفة ليعفو عنه. مولاي، بالباب حارس السجن ومعه زوجة الكوميت. حارس السجن وزوجة الكوميت؟ وماذا جاءت تفعل زوجة الكوميت ومعها حارس السجن؟ علمها عند ربي. ليدخل. أمر مولاي. فعلت ذلك يا امرأة؟ إنه زوج وافتديته بنفسي. في هذه الحال ستطبق عليك نفس العقوبة التي كانت ستقع على الكوميت. كيف تقول هذا أيها الأمير؟ بل كيف تفتي بمثل هذا الأمر والمسألة فيها حياة وموت؟ لقد تآمرت مع زوجها لتعطيل أمر أمير المؤمنين، وقد اعترفت بلسانها بأنها افتدته بنفسها. على المرأة الأصيلة أن تفتدي زوجها أيها الأمير. والأمر صادر بالكوميت وليس بزوجته. أنا هو الأمير
وأنا من يقرر؟ ونحن بني أسد. أتهددني يا زياد؟ أيها الأمير، أنت تعلم أن بني أسد لا يمكن أن يسكتوا على احتجاز حريمهم في سجونك، فكيف بهم إذا علموا أنها زوجة الكوميت؟ كفى كفى يا زياد. وكيف ترى موقفي اتجاه أمير المؤمنين إذا عرف أن الكوميت قد فر من سجني؟ يا سيدي، أنت لم تقبض على الكوميت أصلا. لنقل أنك لازلت جادا في البحث عنه. أنتما أول من سيبلغ أمير المؤمنين خلاف ذلك. لك علينا العهد في كتمان هذا الأمر، بل التأكيد على أن الكوميت لازال هاربا. لم يعد مقامك آمن بالأرض العراقية يا كوميت. كما لابد من رفع هذا الضيم عنك يا الكوميت. ماذا أفعل؟ ولمن ألجأ وخالد في أثري وأمير المؤمنين يطلب رأسي؟ نسافر للشام ونلجأ لمسلمة ابن هشام ابن عبد الملك، ولد أمير المؤمنين. ما من أحد يجيرنا من أمير المؤمنين إلا هو. صدقت يا زياد، منذ الغد سأعد لكما ما تتنكران به من لباس، ونلتحق بأول قافلة تقصد الشام. على بركة الله. وبالفعل نفذت هذه الوصية، فتوجه الكوميت بن زيد إلى مسلمة ابن عبد الملك بن مروان، وهو أخ الخليفة هشام بن عبد الملك، فساق الكوميت إلى مجلس هشام. هذه بادرة فرصة، ولكن لا يتمم الفرصة إلا سرعة بديهة وقوة حجة وحسن حديث وشعر طيب. هلم بنا إلى المشاهد التي صورت ما كان بين الكوميت وبين هشام بن عبد الملك. تهجو بني أمية يا كوميت. أحمد الله تعالى وأصلي على نبيه محمد سيد المرسلين، الذي جاء بالنور والهدى والرحمة لكافة البشر أجمعين. وبعد؟ يا أمير المؤمنين، ما أنا إلا غائب آب ومذنب تاب، محى بالإنابة ذنبه وأزال بالصدق كذبه، فاغسل عني الحوبة بالتوبة، ومثلك من يعفو ويصفح ويغفر ويسمح. ويلك يا كوميت، من زين لك الغواية ودلاك في العماية؟ الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد. أولست أنت القائل لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو هشام، من يمت لا يمت فقيرا، ومن يحيا فلا ذو إل ولا ذو ذمام؟ ولكني القائل أيضا، فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصايرة، والآن صرت بها المصيبة كمهتد بالأمس حائرة. يا ابن العقائل للعقائل والحجاج الأخايرة، من عبد شمس والأكابر من أمية فالأكابرة، إن الخلافة والإلاف برغم ذي حسد وواغرة. أولست أنت القائل فقل لبني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيعة أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا؟ ولكني من يقول يا مولاي، أورثته الحصان أم هشام حسبا ثاقبا ووجها نظيرا، وتعاطى به ابن عائشة البدر فأمسى له رقيبا نظيرا. أحسنت أحسنت والله، هكذا فليكن الشعر. قد رضيت عنك يا كوميت. إن رأيت أن تزيد في تشريفي فلا تجعل لخالد بن عبد الله إمارة عليه. قد فعلت.
ولك عندنا 40,000 درهم وثلاثون ثوبا. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.